مشاهدينا رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وزي ما وعدتكم بقى انا هبتدي ادوق الاكل. واحنا يعني بنتكلم على المفروكه، ايوه يعني او مطعم المفروكه، عايز اعرف رواد المكان، يعني مين اكتر ناس بتيجي، يعني طبعا غير الجاليه السودانيه، هل المصريين بيحبوا يجوا يدوقوا ويجربوا ولا هو لا؟ طبعا يا استاذه سالي، انا من فتحت المطعم اساسا اشتغلت ديليفري من البيت تمام 3 شهور، بعديها قررت افتح ما شاء الله المطعم. الملوخيه والله شكرا، عظيمه. نجي لفقره ضواجه. طيب فيا استاذه سالي، ليا 3 شهور من فتحت المطعم، يعني ما طولنا. بس الحمد لله رب العالمين. التحدي اللي كنت انا حابه اعكسه في المشروع بتاعي في انه انا اوصل الاكله الشعبيه دي تتعرف للوطن العربي وكل العالم، الحمد لله لقد كان، يعني الحمد لله في 3 شهور تخيل يا سالي، اكلوا عندنا مصريين، والله يمنيين، دول اسيويه، دول اوروبيه، على فكره امريكان. بصي، يعني انا طبعا الاكل السوداني مش جديد عليا، تمام، لان يعني انا رحت السودان اكتر من حاجه و20 مره يعني، يا سلام شرفتينا. بس فعلا يعني اللي هيجي يدوق من زمايلنا، الباميه شبه الباميه بتاعتنا بالظبط، نفس الطعم، نفس يمكن احلى. انتوا يعني بتعملوا فيها صلصه ولا من غير صلصه؟ لا هي كده، لا ساعات بصي هي برده بتعمل بنوعين، بصلصه زي ده كده، وزي دي، بس ما شاء الله دي طعمها خطير. شكراً يعني شكرا يا يعني سالي، عايزه بقى اجرب تمام جدا. دي الطعميه بتاعتنا اللي هي بالحمص، هي طيب العجينه بتاعتها. انت قلتي ان مصريين بيجوا كتير، بيحبوا ايه بقى من الاصناف دي؟ والله في مصريين حبوا، يعني منهم حب الباميه صراحه المفروكه، والتقليه اللي هي دي حبوها جدا. انا التقليه دي انا شفتها في دول تانية غير السودان، والله والله ممكن يعني يكون في دول، جيبوتي، الصومال، بالظبط الحتت القريبه، هم تشاد، ايوه شفتها بالظبط. في برضه في منهم دول اسيويه زي ما كلمتك، ودول اوروبيه وغيرهم كتير جو، يعني الحمد لله حبوا التقليه والمفروكه كلها الحمد لله. وحتى برضو كنا عملنا توثيق ليهم والصور وكده ونشرناه على صفحتنا، كان على السوشيال حلوة ميديا. قوي حلوة قوي قوي، شكرا. طيب وكنا بنتكلم بقى على مثلا الاكل ده، في طبعا رمضان جاي، ويعني كل سنه والساده المشاهدين كلهم بخير، مائده رمضانيه. انت حتى قلتي قبل الفقره اللي فاتت ان في مائده رمضانيه ان شاء الله هتعملوها، ان شاء الله بتكون شكلها ايه؟ طيب المائدة الرمضانية والصينية الرمضانية في رمضان في السودان، يعني المشهورة، بيكون فيها سيد الصفرة واحدة من المفروكة، وبعدين بيكون فيها الأصناف الجانبية، يعني أوكي. مثلا يكون مثلا عصيدة مع التقلية، أو عصيدة مع النعيمية، أو بامية مثلا مع الكسرة مع القراصة، فده سيد الصفرة أولا، وبعدين يكون في إيه الأصناف الجانبية اللي هي ممكن في الطعمية السمبوكسة. الطعميه بالمناسبه يعني حلوه حلوه جدا، شكرا. احلى حتى من الطعميه اللي بالفول، يعني شكرا، انا حاسه ان هي كمان اخف. شكرا لك، وفعلا حبوها على فكره، ما شاء الله كثير من اصحابنا المصريين هنا وجيراننا بياخدوها، يعني ايوه. برضو في واحده من الاصناف الصينيه اللي هي رمضانيه في السودان، من المشروبات المعروفه اللي هي الحلومور، ده اساسي يعني في كل بيت لازم يكون عصير الحلومور موجود. طيب الفاكهه او يعني التحليه في رمضان غير بقى الطبق ده، التحليه زينا زي كل الدول العربيه، بيكون في البسبوسه، الباستا، ممكن الشعريه، لا الشعريه ما خالص، البسبوسه تاني، ممكن من التحليه ممكن سلطه فواكه حاجه خفيفه، وكل التحليه اللي عندكم بقى رز بلبن او يعني ايوه في موجود، لكن ممكن تتاخد في السحور اكتر، الحاجات دي ممكن على السحور اكتر.